احنا فعليا اليوم بعد 13 14 سنه من الحاله الانسانيه والتدخلات الانسانيه صار لابد انه نفكر بطريقه ثانيه، نفكر انه الناس محتاجه شغل، انه الناس الشمال محتاج استثمارات، محتاج نأمن فرص عمل. وهذا كله بده تضافر جهود، ما بتقدر تعمله لا منظمه ولا اثنين. هون التقت السبع منظمات وحتى اللي يعني مشاركين بالمعرض هن يعني كمان شيء ست منظمات اخرى، فنحن عم نحكي اليوم عن رؤيه جديده عم بيقود المجتمع المدني السوري نفسه. ليست هي رؤية جاية عليه هو عم يتبنى، لا هو عم يتبنى انه اليوم شفنا احتياج الناس انك تأمن لهم وظائف عمل، احتياج الناس انك تدعم، احتياج الناس انك تستثمر بالزراعة. اليوم اراضينا اراضي سوريا موجودة بتقدر نشتغل فيها، نستثمر بالقطاع يعني طول عمره الثروة الحيوانية، الزراعة، المشاريع الصغيرة موجودة، كان بس بدها دفشه. وهذا الامر على مستوى كبير كان لابد من مثل ما بيقولوا نقطه تحول، دائما لما بدك تغيري باتجاه بدك نقطه فارقه. فهذا اليوم المؤتمر هو هي، هو عم نرن الجرس انه يا جماعه نحن اليوم رح نبدا بطريقه جديده بالدعم، رح نبدا نشغل الناس اكثر ما نعطيهم مساعده. طبيعي نحن اليوم صرنا سنتين شغالين، يعني نحن كجمعيه عطاء شغالين بكثير من المشاريع التنمويه ودعم قطاع الزراعه والثروه الحيوانيه والمايكرو فاينانس، واجا المؤتمر اليوم لنعمم التجربة. وبالإضافة في مشاريع كثيرة، في تعهدات اليوم بالاستمرار بهذا الموضوع، في تخصيص بدي أقول ملايين الدولارات اليوم لتتوجه من شكل الإغاثة النمطي إلى شكل إغاثة تنموي. الأمراض وعدم قدرة العائلات على تأمين احتياجاتها، وكان النساء والأطفال وكبار السن يدفعون الثمن الأكبر لهذا الواقع. كل بيعرف انه من 10 سنوات الى الان الاستجابة بسوريا متركزة على الاستجابة الانسانية الطارئة. المؤتمر هذا هو بيقدم رؤية مختلفة عن هاي الاستجابة. نحن عم نفكر كيف عملية التمكين الاقتصادي للمجتمعات للمدنيين حتى يقدروا يكونوا هني فعليا صامدين. من اهم لانه البرامج الاساسية بالدفاع المدني هو دعم صمود المجتمعات، بالاضافة للبرامج الاخرى اللي هي تعتبر استجابة طارئة مثل البحث والانقاذ، الاطفاء، الاسعاف، ولكن برنامج دعم صمود المجتمعات بالدفاع المدني هو برنامج بيساعد لحتى ندعم المجتمعات بصمودهم، بيكون عندهم قدرة على أنه يستمروا بالحياة ويستمروا في أماكنهم، ونوقف عمليات التهجير اللي عم بتصير وعمليات النزوح المستمرة بسبب الانعدام الأمن. واليوم كمان في هجرات عم بتصير بسبب انعدام الاقتصاد، بسبب انعدام الامن الغذائي، بسبب انعدام الامن المهني للناس. وهذا الشيء اللي احنا عم نحاول نسلط عليه الضوء، انه من خلال ممكن شراكات محليه، من خلال شراكات دوليه، ممكن نامن فرص عمل، ممكن نامن حقيقه مشاريع تنمويه، مشاريع تضمن الاستدامه العمل في سوريا واستدامه المجتمعات وصمودها. انماط جديده في الاستجابه والتركيز على التمكين الاقتصادي والمجتمعي واحداث تغيير ايجابي مستدام هو خطوه مهمه في سبيل توطين. لا شك ان اليوم الاهتمام بالانسان هو محور كل المنظمات الدوليه والمنظمات الانسانيه سواء كانت المحليه او الخارجيه، ولكن لما نريد ان نساعد هذا الانسان ونريد ان نمكنه هناك وسائل عدة، من ضمنها فكرة التمكين الاقتصادي، وهي فكرة مستدامة تستطيع أن تساعد الناس ليساعدوا أنفسهم. وبالتالي هذا البعد مهم جدا في عملنا. المنظمات السورية أو المنظمات المهتمة بسوريا اليوم وصلت إلى قناعة أن مهما بلغ التمويل الخاص بالإغاثة سينقطع يوما ما، واليوم الفكر الاقتصادي أو فكر التمكين الاقتصادي يساعدنا على أن يعني على الأقل أن نخفف من أعداد الناس اللي تحتاج مساعدة يومية، وهذا أيضا يقلل من مخاطر كثيرة على مستوى الشباب، على مستوى المرأة، على مستوى الطفل. الجميع سيستفيد من هذا التمكين الاقتصادي وليس فقط على البعد المالي. لذلك كان هذا تواجدنا مع أخواننا في هذا المؤتمر تأكيدا لهذا الدور المهم للمنظمات العاملة في العمل في سوريا.